حالة من الحزن تعم لبنان اليوم، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت. رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن الحداد الوطني في البلاد اليوم، كما تم تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وذلك مع وسط دعوات لخروج ثلاث مسيرات من ثلاثة مواقع ذات رمزية بالنسبة للعاصمة اللبنانية وصولا إلى المرفأ. هذه المسيرات تطالب بكشف نتائج التحقيقات. من جانبه قال وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون. إذن دعونا نتحول لمتابعة هذه الصور المباشرة الآن من العاصمة بيروت، على ما يبدو لبدء تجمع عدد كبير من المدنيين والمواطنين استعدادا أو تمهيدا لانطلاق هذه المسيرات التي يراهن عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وكذلك المجتمع المدني لإعادة الزخم مع تضاؤل وتراجع أي فرص لتحقيق العدالة أو حتى المساءلة، خاصة مع المصير المسدود الذي وصل إليه التحقيق بعد دخوله في متاهات وتجاذبات سياسية وفوضى قضائية أدت إلى تعليقه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مفادنا سلمان العنداري. سلمان، إذن مع اقتراب انطلاق ربما هذه المسيرات و يعني خلفك انطلقت، ما هي الصورة، ما هو المشهد، ما هي الأجواء اللي ترصدها حاليا سلمان؟ بالفعل إيمان، كما نرى في هذه المشاهد اقتربت الذكرى الثالثة عند الساعة 6:07 بالتوقيت المحلي لبيروت، يمر 3 سنوات من الانفجار. كما نرى أمهات الضحايا، عائلات الضحايا يتقدمن هذه المسيرة باتجاه مرفأ بيروت في إشارة إلى الحزن الشديد، إلى حجم الخسارة، أكثر من 230 ضحية وقعت ضحية هذا الانفجار. هناك حزن شديد وغضب شديد في شوارع بيروت في هذه الأثناء، مطالبة بضرورة تحقيق العدالة بأسرع وقت، بمحاسبة المرتكبين في ظل يعني التحقيقات وعرقلة التحقيقات المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف. كما نرى الألاف الآن من اللبنانيين، لبل المئات في هذه المسيرة والمئات في مسيرة أخرى، يتضامنون سويا لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى المجتمع اللبناني أيضا، إلى الطبقة السياسية اللبنانية، بأن العدالة يجب أن تتحقق بأسرع وقت ممكن مهما طال الزمن. هناك أجواء من الحزن الشديد على وقع التصريحات السياسية، وبصراحة تحدثت مع الأهالي، كان هناك انتقادات شديدة للتصريحات السياسية المتضامنة مع الأهالي ومع قضية انفجار المرفأ. يقولون أن الطبقة السياسية ومعظم السياسيين في لبنان لا يدعمون هذه القضية بشكل فعلي، بل يكتفون بالشعارات والبيانات بحسب ما يقول أهالي الضحايا هنا. كما نرى عند الساعة 6:07 بعد انطلاق هذه المسيرة سيكون هناك كلمات وتشديد على ضرورة إحقاق الحقيقة أو تحقيق هذه العدالة، وسيكون هناك مطالبة بالدرجة الأولى بأهمية أن يكون هناك تحقيق من لجنة تقصي حقائق دولية تقوم بالضغط على الطبقة السياسية وعلى القضاء اللبناني الذي يعطل هذه القضية بحسب الأهالي لتحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين. قبل سنة ونصف إيمان توقفت عمليات التحقيق. التطور الأخير في هذه التحقيقات في يناير الماضي عندما تم إطلاق جميع الموقوفين في هذا الملف، إضافة إلى تعطيل عمل القاضي المحقق العدلي طارق البيطار، إضافة إلى الدعاوى الرد بحق المحقق العدلي من قبل المتهمين، والذي طالب المحقق بأن يتم استجوابهم بأسرع وقت ممكن، لم يتم هذا الأمر. هنا المسيرة مستمرة، ويحاول هؤلاء يعني التأكيد بأن العدالة يجب أن تتحقق في لبنان في ظل تحول كل هؤلاء في الصور إلى ضحايا، إلى مجرد صور وإطارات كما يصفها الأهالي، وسط حزن شديد وغضب شديد من يعني بقاء الأمور على حالها في البلاد. سلمان، يعني تابعنا عدد كبير حتى من الساسة، وزير داخلية على سبيل المثال، وهو يؤكد أنه العدالة بعيدة طالما هناك فشل في الدولة وغياب الدولة. كيف يتلقى الأهالي والمتظاهرون
هذه التصريحات، علما أنه البيت السياسي والطبقة السياسية هي المتهمة الأولى بعرقلة التحقيقات. بالفعل كما كنت أقول منذ قليل، مثلا على سبيل المثال تصريح وزير الداخلية يقول الأهالي بأن وزير الداخلية نفسه لم يصرح ولم يعطي الإذن للمحقق العدلي طارق البطار باستجواب وتوقيف مدير عام الأمن العام وأيضا مسؤولين أمنيين آخرين. إضافة إلى ذلك يعني القضاء اللبناني منع النائب العام التمييزي في لبنان وهو أول أو أرفع مقعد أو منصب قضائي في البلاد، رفع دعوى على القاضي طارق البطار تهمة اغتصاب السلطة، وبالتالي هذا التناقض في التصريحات وهذا الاتهام الذي يوجه بشكل مستمر للقاضي العدلي أدى إلى تعطل التحقيقات بشكل كلي. هناك مصادر تقول بأن المحقق العدلي لم يستسلم، سيستمر، سيواصل في هذه القضية، ولكن عندما تحين الفرصة لإصدار قرار ظني بشكل أو بآخر أو عند حل التشكيلات القضائية أو مسألة التشكيلات القضائية التي يفترض بها أن تقرر فيما يتعلق بقضايا الرد الموجهة ضد القاضي العدلي سيصدر قراراته، ولكن حتى الساعة لا جديد، لا تطور في هذا الموضوع. إذن المسيرة مستمرة إيمان وسط حزن شديد في شوارع بيروت في الذكرى السنوية الثالثة لهذا الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية عام 2020. شكرا جزيلا لك سلمان العنداري، مفادنا من داخل هذه المظاهرة لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت. شكرا جزيلا لك.